الجعرانة أيها الكرام الفضلاء، النبي عليه الصلاة والسلام مكث فيها 11 يوما. لماذا؟ حتى دخل عليه شهر ذي القعدة أو ذي القعدة بالفتح والكسر لغتان، والفتح أبلغ. كل هذا ينتظر أن هوازن ترجع إلى رشدها وتأتي تائبة. إذن ليست القضية في خروج النبي غازيا عليه الصلاة والسلام هو جمع الأموال أو سفك الدماء. كل غزوات النبي 24 غزوة ما قتل أكثر من 1000 بكل هذه الغزوات، وهذه الغزوة قبل الأخيرة غزوة الطائف، بعدين هندخل على غزوة تبوك آخر غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. توقعون الغنائم، احنا قلنا 4000 أوقية من الفضة. تعرفون الأوقية كم جرام؟ 30 جراما، يعني 34 120,000 جرام من إيش؟ من الفضة، أحد الورقين والنقدين المشهورين عند إيش؟ عند العرب. 24,000 رأس من الإبل، 40,000 رأس من الغنم، غنائم لم يغنمها المسلمون قبل ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أبقى كل شيء، قال لا نوزع ولا شيء، ومكث بالجعرانة أو بالجعرانة 11 يوما رجاء أن ترجع ثقيف هوازن إلى رشدهم تائبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنه لم ينس أنه قد استرضع فين؟ في بني سعد عليه الصلاة والسلام، استرضع فيهم. شوف سبحان الله كيف الوفاء. فمكث كل هالفترة عليه الصلاة والسلام لم يرجعوا.